تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة إلهام محمود، أستاذة علوم البحار والبيئة وعضوة لجنة تغير المناخ بالأمم المتحدة. دكتورة إلهام برحب بحضرتك. يعني سؤالي إن دايما في كوب 26 السابقة يعني اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى بما في ذلك خطط وطنية محدثة ذات أهداف أكثر طموح، إلا أن 23 دولة فقط من أصل 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتى الآن. في هذه المرة كوب 27 كيف ترى أن الأمر مختلف عن المؤتمرات السابقة؟ اهلا بحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. زي ما حضرتك قلتي فعلا الكوب 26 كان اقل اقبالا من الدول على التوقيع على الاتجاهات اللي اتخذت في الكوب 26، بس كلنا امل ان الكوب المره دي يكون له توجه مختلف تماما، لان النداءات بقت اعلى والتقرير الدولي السادس للامم المتحده اللي لسه خارج في اكتوبر الماضي وكان لي الشرف ان انا شاركت فيه قدم زي ألارمز كان عمل زي انذار للعالم كله، وكان من أحد التوصيات اللي اتعملت. احنا قدمنا ملخصين، ملخص فني وملخص تم توجيهه إلى جهات اتخاذ القرار، وأهم جهة من هذه الجهات كانت الأمم المتحدة، واللي تم عرضه على كل خليني أقول الجوفرمنت أو الدول بشكل رسمي. وأعتقد أن الألارمز دي كانت بتتوجه بأن لو ما اتخذناش إجراءات التكيف سريعاً بحيث انها تؤتي ثمارا قبل 2050 هيكون الاثار الحادثه ليست قابله للرجوع. فطبعا ده اعتقد انه شيء مخيف لكل الدول، والكل بدا يتجه لعمل الخطط الوطنيه، واعتقد ان العدد زاد كتير جدا في السنه الفاصله ما بين كوب 26 والكوب الحالي. نعم، يعني دائما ما كانوا يتحدثون منذ بدايه المؤتمر عن التمويل، وأن الأمر يقتضي تمويل في مختلف المجالات الخاصة بالبيئة والخاصة بالمناخ. ما شاهدتي من مبادرات تم اتخاذها إلى الآن واستوقفتك، ورأيتي أنها بالفعل ستنجز الكثير؟ الحقيقة تمت مبادرات كتيرة جدا. حضرتك متخيلة الكوب على الأقل في البلو زون اللي هي المنطقة الزرقاء اللي كان فيها كل العروض من الجهات والمنظمات الدولية، كل حكومة كانت عاملة جناح خاص بيها. ومن ضمن الحاجات اللي كانت شديدة الانتباه، اليوم السبت تم عمل يوم خاص بالغذاء والزراعة. اليوم ده يعتبر أول مرة يتم توجيه يوم كامل في الكوب لهذا القطاع المهم جدا اللي هو الغذاء والزراعة، لأن أحد الإنذارات القوية كانت تخص الأمن الغذائي، وحضرتك تعلمي أن الأمن الغذائي هو أهم شيء بالنسبة للشعوب. الحقيقة اليوم ده تم اتعمل فيه محاضرات كثيرة واتجاهات كثيرة ومبادرات، بداية بمبادرة معالي وزير الزراعة المصري، ثم جهة زي الفاو اللي هي منظمة الغذاء والزراعة، ثم الإيفاد، كلها قدمت مبادرات جيدة جدا وقدمت حلول، بعضها حلول قائمة على البيئة زي ما بنسميها natural based، أو اتجاهات أخرى ممكن يقوم العمل بيها بأنواع جديدة من الزراعة، تغيير خريطة الزراعة، استنباط أنواع من البذور. معالي الوزير أعلن مبادرة جيدة جدا سماها فاست، ودي خاصة بالفود والأجريكالتشر، وأعتقد أنها تبقى دعوة مصرية لكثير من الدول ممكن تشارك فيها، وأعتقد أن النداء ده ممكن يبقى نداء دائم في كل السيرس اللي جايه من الكوب. وكانت بصراحه مبادره جيده جدا، لان دول كتير هتحتاج الى تامين الامن الغذائي، اللي هو حضرتك عارفه ان الزراعه ليست زراعه نباتيه فقط، المفروض انها تخص كمان تربيه الحيوان والمواشي، وكمان تخص الثروه السمكيه. نعم نعم، كل ما يخص الغذاء. طيب، يعني كان هناك حديث أيضا عن المبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه، واليوم هو بيعلو الصوت حول المياه ومشاكل المياه والإدارة المستدامة لموارد المياه وتحسين أنظمة الإنذار المبكر. يعني بصفتك أستاذة في البحار والبيئة، إلى أي مدى هذا الأمر بيعتبر في غاية الأهمية، وكيف يمكن الاستفادة من البحار في تحلية المياه في المستقبل وتوفير موارد مائية؟ الحقيقة هو كمان اليوم النهاردة
بعد من الأيام المهمة جدا جدا، لأن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي. ولكن خليني أقول لحضرتك أن كمان الدول التي تعنى بالأمن المائي هي الدول المعرضة أكتر لعملية النقص في المياه. وللأسف خلينا نعترف أن مصر وبعض الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط هتبقى من الدول المعرضة لنقص واضح في المياه. نعم. في بعض الدول هيتراوح نقص المياه فيها بحلول بنهاية هذا العقد بنسب تتراوح ما بين 28% إلى 50%، ودي نسبة ليست بالقليلة. وطبعا بتزداد بزيادة النمو السكاني، وزي ما اتقال في التقرير الدولي ان لما جينا نتكلم على دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وده فصل كامل في التقرير، قالوا ان الدول الأكثر عرضة لمشاكل او اثار نقص المياه هتبقى الدول جنوب المتوسط اللي هي غالبا شمال أفريقيا. فهو اليوم كان هادف جدا الحقيقة، لازم نقدم خطط بان احنا نستعيد نقص المياه، سواء بقى نقص المياه من نتيجه تغيير خريطه المطر. حضرتك عارفه ان المطر لم الخريطه المطريه هتتغير سواء بنسب هطول الامطار او بمدد اللي هينزل فيها المطر. فبالتالي احنا محتاجين ندور على سبل اخرى، سواء بالمياه الجوفيه، سواء بتحليه البحار. والحمد لله مصر محظوظة بأنها عندها أكثر من مورد مائي، سواء البحر المتوسط، البحر الأحمر، وكثير من البحيرات. عندنا 10 بحيرات طبيعية وواحدة صناعية. فالمفترض أن يتم إعلان مبادرات أو يتم توجيه كثير من الفند أو الدعم المادي إلى المشاريع التي تهدف إلى توفير سبل أو حلول لزيادة نسبة وجود المياه، بالذات المياه العذبة في مصر. نعم، يعني أيضا اليوم مخصص للحديث عن النوع الاجتماعي، يعني إلى أي مدى بتري أهمية إدراج النوع الاجتماعي في مشاكل التغير المناخي؟ برضو دي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي انتبه ليها تقرير هذا العام. كنا دايما في التقرير الماضية بيتم التوجه إلى النواحي العلمية. نعم. فقط البيئة، المية، نعم. دكتورة إلهام محمود، يبدو أن هناك عطل في الاتصال. أشكرك دكتورة إلهام محمود، أستاذة علوم البحار والبيئة وعضو لجنة تغير المناخ بالأمم المتحدة.